شكرا لكم على النصيحة، إذا فلتستعد أوروبا للأيام القادمة. ما هذا الذي يجري؟ الكرملين يقر بنصيحة قديروف العسكرية وأوروبا في خطر يا سادة، والنيتو يضم أوكرانيا، ولكن بعد هذا الإجراء كيف سترد موسكو؟ وزارة الدفاع الروسية تعلن عن توجه 200,000 جندي، ولكن إلى أين سيتوجهون يا هذا؟ وأمريكا تستعين بهذه الدول لمواجهة الصين، والحرب قاب قوسين أو أدنى. تركيا تسلم أوكرانيا سلاحا قد يكون حاسما في الحرب، بينما أزيز الطائرات التركية لا يتوقف في سماء العراق وسوريا، وعشرات القتلى في طهران، والرئيس الإيراني يرد، تدريبات أمريكية تشعل بحر اليابان، ومجنون كوريا الشمالية يشعل البحر أكثر. فعن أي جنون نتحدث؟ دول المملكة المتحدة تطالب بالانفصال لتتجرع بريطانيا ما أذاقته للشعوب، والأدنة في اليمن تلفظ أنفاسها الأخيرة. رياح الموت تقترب، الوضع قاتم والرؤية ضبابية. نعم، فبعض الانتصارات لا تحقق الأهداف كاملة، وهنا ننقل لكم الأحداث بكل حيادية. وضعوا ألف خط تحت كلمة حيادية. موسكو تنتقل في صراعها مع الغرب إلى زاوية ضيقة ومرحلة خطيرة، فبعد قرار التعبئة والتحشيد العسكري، موسكو تعيد آلاف المطلوبين لمنازلهم. هذا ما نقله موقع CNN الأمريكي عن أوليغارشي المقرب من بوتين. فما الذي يجري يا سادة؟ ليحذر هنا النيتو من سلاح روسي لا يمكن صده. بوتين ينشر غواصة نووية ضخمة، وقد تم إرسال مذكرة تحذير من حلف شمال الأطلسي إلى روسيا، وقد وقعت سهوا وتم تسريبها إلى وسائل الإعلام الإيطالية، فقد اختفت بالجرود من قاعدتها الرئيسية في القطب الشمالي، وقد تكون في طريقها إلى بحر كارا لاختبار قنبلة بوسيدون النووية. هنا رائحة الخوف في دول حلف النيتو بدأت بالانتشار لتسود العالم حالة من الهلع. الكل يسأل، ما هي هذه التجربة النووية التي سيجريها بوتين؟ وأين اختفى وحش بوتين من القطب الشمالي؟ مع حرب أوكرانيا مش هتقدر تغمض عينيك. وفقا لصحيفة ديلي ميل، فقد تم رصد لقطات لقطار شحن ضخم يحمل معدات عسكرية متخصصة مرتبطة بقسم الأسلحة النووية بوزارة الدفاع الروسية. وماذا بعد يا موسكو؟ خوف حلف النيتو يؤكده الكرملين، والذي يقر بنصيحة قديروف النووية. مهلا مهلا، من هؤلاء الصبية الذين يتعلمون على هذه الأسلحة؟ نعم، هنا الرئيس الشيشاني يدرب ثلاثة من أبنائه المراهقين لإرسالهم للقتال في أوكرانيا، فقديروف لم يكتفي بجيشه فقط. هنا يظهر لنا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ليقول، إنه يحق للحكام الإقليميين تقديم تقييماتهم ونصائح مثل استخدام النووي كما فعل قديروف. كل شيء موضح في العقيدة النووية الروسية، ولا يمكن أن تكون هناك أي اعتبارات أخرى. عن أي اعتبارات تتحدث يا هذا؟ ليأتي الرد من الدول الغربية التي تستعد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ خطة أمريكية اقتصادية مثيرة للجدل حول نفط روسيا، يمكن أن تؤدي لأزمة عالمية في حال فشلت. وإذا ما نجحت سينخفض سعر الطاقة، وسيكسر حاجز المجاعة المتعطشة للدول الأوروبية. إذا فشلت سيتجمدون، وتحل بهم لعنة المجاعة بوجه بشع. هما خياران لا ثالث لهما. الحرب كر وفر. هنا الجيش الروسي يقر بأن قوات كييف اخترقت دفاعاته في منطقة خرسون، وكييف تقول إن قواتها أحرزت أكبر تقدم لها في جنوب البلاد منذ بدء الحرب مع تدفقها عبر الخطوط الروسية. يا لها من معارك طاحنة تدق الرؤوس. ليعلن وزير الدفاع الروسي انضمام 200,000 جندي للجيش وجاهزيتهم للقتال منذ
منذ إعلان التعبئة الجزئية. إذن فهي حرب صامتة قد تقود لنتائج صادمة بين ماسك وزيلينسكي تحت أعين بوتين. وبينما تدق الحروب طبولها، هي بريطانيا تدق على صدورها لتعطي أوكرانيا وعدا بانتصار عسكري ساحق على روسيا. فما كل هذه الثقة المفرطة يا أبناء تشارلز؟ ومن العمق السياسي إلى أعماق البحار، نعم الجيش البريطاني في معركة بحرية، حيث قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن بريطانيا ستشتري سفينتين متخصصتين لحماية البنية التحتية تحت الماء مثل الكابلات وخطوط الأنابيب بعد حدوث تسريبات في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم من روسيا إلى أوروبا. ومن أقوى لغات العالم الصمت إلى لعبة التجاهل. هنا كييف تتجاهل تحذيرات بوتين، وقد ضاقت بها الأرض بما رحبت بعد أن اقتص بوتين 20% من أراضيها، ليلعب زيلينسكي لعبة الاستفزاز مع بوتين موقعا ورقة الانضمام للحلف، ليأتي الرد من 9 دول من حلف الناتو وفي مقدمتها رومانيا، موقعة بيانا مشتركا يدعم انضمام أوكرانيا للناتو. ليخرج الأمين العام لحلف في الناتو يان ستولتنبرغ ويقول: أي موافقة لضم أوكرانيا إلى حلف الناتو تتطلب موافقة جميع الأعضاء، وأي هجوم متعمد على البنى التحتية للدول الأعضاء في الناتو سيقابل برد حازم وموحد. فهل حان الوقت للحرب أن تندلع؟ قوة أصحاب العيون الضيقة. عندما تكون الدولة قوية وأمرها بيدها، يحسب لها العدو ألف حساب، وكما يقولها المصريون: امشي عدل يحتر عدوك فيك. وهذا ما هي عليه الصين، حيث لجأت الولايات المتحدة لحرب التحالفات. هنا يجتمع الجميع ضد بكين، ليتعهد وزراء الدفاع الأمريكي والأسترالي والياباني بهدف تعزيز تعاونهم العسكري لمواجهة الطموحات الإقليمية للصين. ليأتي الرد من بكين قائلة إن أمريكا تتحدث عن مبدأ الصين الواحدة ولكنها تفعل عكس ذلك، فهل تظهر واشنطن عكس ما تبطن حقا؟ ليخرج وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجددا ويقول: الولايات المتحدة تعمل على إعادة فتح قنوات الاتصال العسكري مع الصين، فلما كل هذه المجاملات أيها الأمريكان؟ يجيب أوستن أنه لا يرى غزوا صينيا وشيكا لتايوان، لكنه يعتقد أن الصين تحاول فرض واقع جديد من خلال أنشطتها العسكرية حول الجزيرة. وبين هذا وذاك، الدليفري الأمريكي لا يتوقف، حيث تدرس وزارة الدفاع الأمريكية دعم القدرات الدفاعية لتايوان، وذلك بصفقة أسلحة جديدة تشمل صواريخ وأنظمة متطورة. لكن بكين تحذر من هذه الصفقة، فهل ترد الصين بقسوة هذه المرة؟ تركيا تدخل حرب التحالفات. التنقل من حلف إلى آخر ومن عدو إلى آخر قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. هنا تركيا التي تحاول الوساطة بين موسكو وكييف تغير من قواعدها، بينما زوجة الرئيس التركي أردوغان تستضيف زوجة الرئيس الأوكراني. يا لهذه العلاقات الأسرية الحميمة، فعن أي وساطة يتحدث الأتراك بعد هذا؟ ليس ذلك فحسب، فقد تسلمت إلينا زوجة زيلينسكي سلاحا من تركيا قد يشكل خطرا على روسيا. فما هذا السلاح يا هذا؟ نعم، لقد غردت ونشرت زوجة الرئيس الأوكراني عبر حسابها الرسمي في تويتر، والتي أعربت من خلاله عن شكرها لتركيا لمشاركتها في مراسم إطلاق كورفيت هيتمان إيفان مازيبا في تركيا، والذي سيستخدم في الأسطول البحري الأوكراني. فكيف سيرد بوتين على ذلك؟
السيادة في خطر، اضرب واضرب حتى يعتاد خصمك على الضرب ليفقد الإحساس بامتلاك السيادة. نعم يا سادة، دول الجوار مستمرة في خرق الحدود العراقية، والهدف شن عمليات ضد المقاتلين الأكراد. فبعد الضربات الإيرانية أعلنت تركيا استهداف 23 عضوا في حزب العمال الكردستاني بغارة جوية شمال العراق، فكيف للعراقي أن يرد على هذه الضربات؟ الرد العراقي جاء به الكاظمي، حيث اجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني للخروج من حالة الانسداد السياسي ولمناقشة الغارات التي يتلقاها العراق من تركيا وإيران. فهل ستثمر هذه الاجتماعات لتغني الشعب العراقي من جوع وفقر، أو حتى بظل سيادة يستند به؟ ومن الضجيج العراقي إلى صخب الاحتجاجات الإيرانية، اشتباكات مسلحة عنيفة قد تشكل مواجهة بين الجيش الإيراني والحرس الثوري، وقتل ما لا يقل عن 92 شخصا في إيران في قمع التظاهرات الجارية منذ بدايتها، وذلك وفق منظمة حقوق الإنسان في إيران. أما الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فقال إن أعداء طهران فشلوا في المؤامرة التي يعدونها ضدها. فكيف ستنتهي هذه الأحداث ليظهر هنا تهديد أمريكي أوروبي جديد لإيران، ولكن هذه المرة ليس بسبب الملف النووي، ولكن بسبب قمع الاحتجاجات. صواريخ المجنون تتساقط. الذنب ليس ذنبا، فقد أثاروا شهيته، كثرت مناوراتهم وكثر ضجيجهم لتتسرب إلى أنفه رائحة البارود، فشاركهم الاحتفال وجعلهم يرقصون على أصوات صافرات الإنذار. وبعد أن أطلق صاروخه ليتسبب بكمية رعب لم تعشها اليابان إلا في الحرب العالمية، لتطلق هنا بعدها اليابان تهديداتها، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للرد على صواريخ كوريا الشمالية وكبح جماح كيم. ليخرج هنا وزير الخارجية الأمريكي ويقول إن بلاده مستعدة لإجراء تعديلات قصيرة وطويلة المدى على وضعها العسكري للرد على استفزازات كوريا الشمالية. فما هو الرد يا بلينكن؟ بينما قال البيت الأبيض إنه يتم التشاور مع الحلفاء للرد بقوة على صواريخ كوريا الشمالية، فعن أي قوة تتحدثون؟ الأحداث والتطورات. بعدما أثار موجة غضب عارمة بتصريح قاس متهما اللاجئين الأوكرانيين باستغلال نظام المساعدات، زعيم المعارضة الألمانية يعتذر. قرية في الهند جميع سكانها يوتيوبرز، فسكانها يعملون كصانعي محتوى يوتيوب، حيث يتساعدون في التصوير وإعداد المحتوى. إنها فعلا قرية العجائب. مسيرات حاشدة في عاصمتي ويلز واسكوتلندا للمطالبة بالاستقلال عن بريطانيا. الأمم المتحدة تعلن عدم التوصل لاتفاق على تمديد هدنة اليمن. نعم، الهدنة في اليمن تلفظ أنفاسها الأخيرة. ما حذرنا منه وحذرت منه روسيا ويحذر منه العالم يوشك على الحدوث. الحرب النووية على شفا أن تجرف العالم إلى الهاوية، فمن يوقفها؟